السباحة جدا، واليوم اللي ما بنزلش فيه اعوم بحس في حاجه ناقصاني. انا بدات السباحه 2004. السنه اللي فاتت زميل ليا قال لي ما تيجي تنزل في بطوله الماستر. الحقيقه استهواني ان انا اجي، ونزلت الحقيقه انبسطت جدا، و يعني حسيت كده رجعني تاني لسني وانا صغير. انا بتمرن 3 ايام في الاسبوع، 3 ايام في الاسبوع دول بالنسبه لي بيغيروا المود بتاعي خالص، بحس ان انا فصلت عن متاعب الحياه وبرجع تاني تاني بشحن بطاريتي مره تانيه وارجع اشتغل تاني. كنت بلعب فروسيه بس كنت دايما باجي اعوم، وتعلمت من الناس اللي بتعوم السباحين، هم اللي صلحوا لي ستايل وكده، فكان عندي موهبه السباحه. فطبعا من وقتها وانا استمريت في السباحه واشتركت في بطولات عالم كتير في امريكا وفي استراليا والسويد وكندا وايطاليا مرتين، فالحمد لله وحققت نتائج كويسه. كنت سباح قديم، ولما قالوا نعمل ماستر فابتديت انزل تاني. الحقيقه هي طبعا بطوله بتجمع بين ان انت تلعب رياضه وبتعيد رياضتك اللي انت كنت بتحبها، بتقابل كل زمايلك وكل اصدقائك اللي انت كنت بتعرفهم زمان. الشيء الاجمل من كده ان هي صحيا ممتازه جدا جدا جدا، لانك بتبذل مجهود في وسط ما انتش في هواء، بتبذل مجهود في وسط مائي، فبالتالي في مجهود اكتر شويه. ده بينظم الجسم تنظيم غير عادي، سواء دوره دمويه، سواء كوليسترول، سواء ضغط، سواء سكر، كل ده فعلا مع الرياضه بينتهي وبقاله اثار جميله جدا. لما كنت في امريكا عشان طلعت ال 11 على العالم في 3 كيلو، ده اعظم انجاز بالنسبه لبره، وطلعت ال 12 في ال 400 متر، ده كان انجاز حلو جدا بالنسبه لي. انا بتمرن 3 ايام في الاسبوع، 3 ايام في الاسبوع دول بالنسبه لي بيغيروا المود بتاعي خالص، بيخلوني ان انا بحس ان انا فصلت عن متاعب الحياه. هي استهواني ان انا اجي، ونزلت الحقيقه انبسطت جدا، يعني حسيت كده رجعني تاني لسني وانا صغير. والله دي رجعتنا تاني للزمن الجميل اللي كنا فيه. الاجمل من كده هو لقاء الاحبه بتوع زمان جدا، فبالتالي بينشط تاني الحركه الرياضيه جميله جدا.